تعالى وبركاته. اليوم رانا في لاباتيسري قد الزغبيل، ولاباتيسري هذه تخدم حاجه حلويه كيما قلت لكم. لاباتيسري الاسم تاعها ياسر اللي غير باهي، لاباتيسري تسمى حاجه حلوه وحاجه مليحه. رانا في باقينا دوكا 7 ايام العيد الصغير، بارطاجيو الفيديو هذيك وديروا جيم ولي كومونتير، وما تنساوش اللي مش يابوني يابوني في الشات تاعي. وبعد خليل شوفوا واش عند نديروا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعطي كلمه لاخنا جيش، واش مع رمضان؟ واش كيفاك عيد رمضان؟ طول هنا كيف عيد رمضان هذا؟ دي 22 جو دوك 22 جو 22 جو كانت شويه صعيبه، ومن بعد 12 وخلاص. وبالنسبه للاسعار كان شويه غاليه. الاسعار غاليه، الاسعار ما فيها حتى نقاش، جيبها من الماء حتى الحبه بنا حتى الحبه بنا البطاطا البطاطا. السلام عليكم. السلام عليكم، رانا توجور في اجواء رمضان في راس الواد كما راكم تشوفوا. البريوش اخويا مسيتي في لاباتيسري هذه تاع زغبي يا اخي، لا فامي زغبي كما راكم تشوفوا. ها كل شيء بري، كل شيء بري. والقلب رز وبقلاوه ما ننساوهمش توجور في المائدة. ها مائدة رمضانية. ها الله يبارك. ما شاء الله العسل كاين، لي بلاطو كاينين. ها لي بلاطو الله يبارك. خرجنا ترى بلاطو نشوفو ترى كيفي بري. الله يبارك الله يبارك، يعطيك صح. كيما راكم تشوفو سيرفور يضحك معنا، واش راك بخير؟ صافا واش مع رمضان هذا كيف عقبتو؟ يعني عقبنا 23 يوم دوك 23 تاع رمضان. ها مليحة صافا بيان الحمد لله، خدمتو بيان يعني ما عييتوش؟ كليونات واش صافا مع كليونات؟ الله لبس الحمد لله. كليونات اللي يحكيوهم وحدهم. ها يحكيوهم وحدهم. انت مولف تجي لهنا؟ ماشي مولف تجي لهنا، هذه أول خطرة تجي. أه مش أول خطرة نجي. إيه مولف تجي لهنا، مولف تشري لهنا، قدم لي هكذاك. ها مولف تجي لهنا وش تقول في الكاطو وفي الحلاوي تاعك؟ مليحة صافي كليون عنده. ها يعطيك الصحة. رمضان الله قبل رمضان. ها هو على بالي مقابل رمضان وقبل رمضان. ها ها كيما راكم تشوفوها ديكور ما شاء الله، ما عندي ما نقول لكم. ستيل وسترن ولا بروبرتي، حتى الشعب ما يقدرش يتاع كلش بالكارو هكذاك. الشعب ما يتاعش، يقول لك اعطي لي من هذه تعطي له من هذه. على بالنا بلي على بالنا بلي الشعب دوك راه ياكل من عيني بعيني. الناس كنا ناكل وكنا ناكل بعينينا. واش تعجبني هذه؟ نقول اعطي لي هذه. لازم وانت لازم فوالا الطلبات تاع الزبون لازم هذاك هو اللي تعجبهم المدوهات. كيما راكم تشوفوا ديكور ما شاء الله. كلمة الأخيرة واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيه؟ صحة رمضانكم ويعاود علينا إن شاء الله بالصحة والهنا وزورونا ما أنا نجي نزوروكم ما تخافوش، رانا ديما نزوروكم أسيدي. أيا ونشوفكم الناس. صحة هنا وصحة عيدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة عيدكم. صحة عيدكم. مور رمضان رانا نجي إن شاء الله، جولة في موضوع آخر. إن شاء الله. هاي صحة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رانا توجور في أجواء رمضان في راس الواد. كما راكم تشوفوا هنا الناس جيت تملى الماء، جيت تملى الماء، والماء هذا تعبير الحاج. تعبيره. يعني مولاه واش تقول في مولاه؟ مولاه ربي إن شاء الله يجعله من أهل الجنة. آمين رب العالمين. وأنت ديما تجي لهنا ديما تجي؟ يوميا. يوميا نجوا لهنا تملوا الماء. ومع رمضان شفتوا سخفة تاع الماء تاع الماء بارد وهذاك. طول يكون بارد هكذا. في الطابلة هكذا كل كاس هذاك يعود في لافابور هذاك. شفت لافابور ولا؟ كونجيلاتور. كونجيلاتور نخليهم بعد نزيدوا شوية. توا روعة. واش قلنا الناس اللي يتفرجوا فيك الحاج؟ صحة فطوركم. يعطيك الصحة. صحة فطوركم. عايش. المسلمين إن شاء الله ربي ينجح القدس. آمين 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 ربي العالمين. من فمك ربي إن شاء الله. وانت واش تحكينا مع العين هذه؟ يعني كل يوم تجي لهنا تملا اول مره صافي اول خطره تشوفها هذه؟ لا قديمة تجي ما جاتك صدفة ولا؟ لا جيت فوت عليها هكذاك يمكن ولا بون. توجور في انا توجور في اجواء رمضان، واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. يعطيك الصحة خويا. السلام عليكم وصحة فطور كثير. عاش. فهمتي هذا كنا مع العين هذا جاي في الكاتسون تاع الكاتسون. العين هذه راهي ما بارد جاي من البير ديريكت. ناس كل يوم كل يوم الناس جيت من الماء هنايا وماشي شتان شرم يحبوا يشربوا الماء تاع بير.
والبالكم بلي الماء تاع الدوك تاع الدوله هذا راه شويه فيه جافير، شويه فيه لي برودوي شيميك، فيه كالكير، يعني هذا احسن من كل شيء من ناحيه المرض ومن ناحيه كل شيء. واش نقول لكم انا؟ السلام عليكم، تابعونا في الفيديو مازال ما خلصتش. رانا في كوشه الحاج حاج عبد الكريم كما راكم تشوفوا. مرحبا. هذه واش اسمها الخبز؟ هذه خبز الدار. خبز الدار نعطي ترى لي بيسور. الله يبارك. مخدومه في الكوشه، خبز الدار مخدومه في الكوشه. نقولوا احنا خبز الدار ومخدومه في الكوشه. ايه. وبيبنا واش كل يوم تدي الخبز هذا ولا مره على مره؟ مره يعجبك بيان. يعني خفيف مع الشوربه مع فور مع الحليب. الله يبارك. اي مازلنا في الكوشه تاع الحاج عبد الكريم. كيما نشوفوا الخبز كاين رقيق، كاين خبز رقيق، كاين البريوش، كاين البسس، كاين البسس. صح كاين ترى الخبز اللي كاين. الله يبارك. ديما واش ديما تدي الخبز منا؟ ديما يعجبك الخبز تاعو؟ الله يبارك. ديما كيف عقبت رمضان هذا؟ روتريتي ديت روتريت ولك منا؟ كيف تعقب رمضان؟ كيف النهار تاعك؟ كيف تعقبه؟ والله عقبته تعجب. يا ما تقلق ما والو، ما كان والو. غادي الله يبارك اخويا ما شاء الله. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك يا جماعه؟ واش تقول لهم الناس اللي يتفرجوا فيك؟ عجبتهم. واش قلت لك؟ واش قلت لك؟ رانا توجو في كوشه تاع الحاج عبد الكريم. واحد هو يخيرك. شوفي انا خيرها هو يخير في الخبز. هاك شو ها. وانا البريوش صغير هذا، وانا هذا واش هو؟ خبز مبسس. سكوبيدو هذا عيطوا سكوبيدو. الله يبارك. واش قول الناس راهم يتفرجوا فيك؟ الناس راهم يتفرجوا فيك. مرحبا بكم. كما هو الزبون هذا خلينه في راحته يهز واش يحب. الله يبارك. الله يسعد بكم. الله يبارك. مليحة مليحة. رانا في اجواء رمضانية نسعفوا بعضنا. اهلا بالجميع. امين رب العالمين. انا حبيبنا ثاني راه تخيرت ثاني. راه تخير واش راك؟ بيان. راك تخيرت ثاني. يخيروا تخيرهم يخيروا نورمال يعني. ما عندك حتى اشكال ولا. الله يبارك. وعليكم السلام. واش سخفت على وحده مطلوعه؟ خبز الدار تاع سحور. الله يبارك. الحاج شراك خيره سوا مع الجو مع السخانه مع تخدم ما كاينش سخانه. الله يبارك. ما كاينش حتى شعير. شكرا. هذا شعير. كيما راكم تشوفوا خبز اشكال وانواع. كلشي كاين حتى خبز الدار كاين هاك شوا. او استنى غير في ليك اليوم برك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما العاده رانا في شهر رمضان. اليوم رانا 22 رمضان 1443 الى ماني شغلت خاطر شهر الايام تو نمشيو. وكما قال الواحد راه واحد صايم وبدا شويه يتعب. بدا الناس تتعب هذاك منا صعبك او يضحك دوك نقاو نقاو ارواح بالرواح ارواح ارواح ما عادش يجيب بس هذوك نصوروا. المهم راكم في اجواء رمضان في راس الواد. اليوم رانا في بلاصه يعني راكم تعرفوا لي سعده. رانا في الباتيمات اللي تولي سعده اون فاست ثانويات اخوة رباح فوالا. ما تنسوش تابوني اللي مش يابوني في لاشين تاعي لايكيو جيم ولي كومونتير. جادور. قول معنا قول معنا تروح ما تروحش هاك معايا راك معايا. رانا توجور في اجواء رمضان. رانا في حانوت الله يبارك به. يا الله يبارك معنا قد ما عندنا عندك فوالا. واش تحكي لنا مع الشهر هذاك تاع قبتو هذو اللي فاتوا الجمعه؟ رقاد وماكله ولا خدمه؟ ترافاي. وقت شنو الصباح؟ نوض على 6. الله يسهل لك تاع نخدم العشاء ونجي نحل. على واش تخدم الصباح؟ كويزيني نوض نطيب. الله يجزيك. الله يجزيك. منا تاع
تصفيه 100. اي والله تصفيه 100 طول من حقك والله مريح والله غاميه الله يبارك كل شيء تخدم معنا ماشي ايام الله يبارك فيك. بقى لنا 8 ايام ان شاء الله، بقى لنا 8 ايام اليوم، بقى لنا 7 ايام اليوم 7، بقى لنا 7 ايام للعيد الصغير ان شاء الله. نتلاقوا في العيد الصغير كما قلت لكم ليله 27 راني في الجامع الفتح، انا ديما نعاود لكم كل فيديو نعاود لكم ليله 27 راني في الجامع الفتح، كاين تكريمات تاع القران الكريم، ونار العيد ان شاء الله الصباح تلقوني في الجامع العتيق تاع روشيرات بالقاسم، داك تلقوني فيهم ان شاء الله. اللي حاب يجي ولا اللي حاب يتصور ولا داك منا مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. واش نقول لكم انا الساعه فطوركم وساعه فطورك، واللي جا جا واللي ما جاش ما كيف كيف، وحنا نقول لكم ساعه فطوركم وقعد معايا في الفيديو هذا. السلام عليكم، رانا توجور في اجواء رمضان، اجواء رمضان 1443. اليوم رانا مع واحد اخ هنا يغيد حق برك، ما نعرفوش كي البارح بالليل واش كيت البارح بالليل واش كيت، قول لي واش كيت، واش كيت، واش سحرت؟ سحرت بريوش وحليب، بريوش وحليب، أهلا بها يا خويا، خوش كل البريوش، خوش العشاء كل البريوش، كثر من الشربات، كثر من الشربات، كثر من الشربات، خويا ما تكثرش الشربات، المهم هذا الحانوت هذا بيا هذاك ماشي حانوت هذا، نقولوا له احنا كيوسك، كيوسك، كيوسك عادي تاع لي جون، وسيرتو تما لي جون يسحبوا الكيوسك كيما راكم تشوفوا الشيشة، تشوف الشيشة، لي ديكور نواظر كيما راه داير نواظر وفي عيني، وهذا داير ثاني نواظر. ما نعرفش شويه يطلع عليهم ما بليش كما تشوفوا التكسيرات كاو كاو اللوز بيستاش زريعه هنا ما نعرف نبورها اليماتاسيون جينيرال ولا ما فهمتش والو كي البيض هنا بلاطو بيض ما فهمتش والو بيض وانا لنا البارفان كما راكم تشوفوا وكما العاده شهر رمضان شهر رمضان واش كاين ها واش كاين شهر رمضان كاين الجازوز كاوكاويه نوغا كما تشوفوا قلب اللوز بقلاوه كما راكم تشوفوا سيرتو الكازوز راه الكازوز في شهر رمضان هو ليسونسييل في الطابله فريجيدير مليانين كازوز فيلر مليانين كازوز كما راكم تشوفوا غير الكازوز والماء والماء ما نهضوش على الماء وشربات من الفوق نبيل ويغسل في يدي الله يبارك فيك ان شاء الله بصحة فطورك انت زاد اخوي هيا واش تحكينا كشما كلمه صغيره الناس ما يتفرجوا فيك يا خويا نقول لكم صحة رمضانكم صوموا بالصحة لهنا طب ليه عندك روحك